أعتقد أنه الحدث اللي صار بخمسة أو ست بلدان عربية أكبر من أن يحاط فيه من مداخل من نوع الهزيمة أو الفشل أو ما إلى ذلك. هو كبير جدا لدرجة ومس حياة ملايين البشر بالبلدان المعنية، فلا يحاط فيه من مدخل أنه فشل. ما هو المعيار بالفشل؟ إذا كان مقصود تغيير سياسي، تغيير الأنظمة السياسية، وهو هذا التحدي الأول بالحقيقة اللي كثفه شعار الشعب يريد إسقاط النظام، فبالحق في فشل بلا شك. يعني فشلنا في تغيير النظام في سوريا، بمصر صار في تغيير للطبقة أو لل يعني لل, لل... لل... مظهر الدولة، ولكن ظلت البنية العسكرية الاقتصادية للنظام قائمة، وهي اللي يعني أعادت إنتاج التطابق لدرجة أنه رجع حكم العسكر وبطريقة قريبة من الفاشية. بنعرف شو الوضع بليبيا اللي هي يعني موسم متفجر مثل الموسم السوري، ولكن بلا دولة مركزية، بلا دولة محمية من حماة متعددين مثل ما صار بسوريا. ونعرف الوضع باليمن. بتونس يبدو الوضع مختلف ويواجه أزمات ما بعد التغيير، يبدو التغيير أعمق قليلا ولكن يواجه أزمات ما بعد التغيير. فلا يعني قد نستطيع أن نتحدث بخصوص مصر وسوريا وليبيا واليمن والبحرين، ما ننسى البحرين اللي كان فيها ثورة أيضا وسحقت على أيدي السعوديين بضوء أخضر أمريكي وغربي. نستطيع أن نتكلم على فشل في ذلك، بس هذا لا يستنفد الوثبة التاريخية الكبيرة اللي انخرط فيها ملايين الناس وفتحت نوافذ للأمل وغطت مجالات من الايجنسي، من الفاعلية، متنوعة جدا بالسياسة، بالثقافة، بالتنظيم اللي هو نقطة ضعفنا القديمة واللي مستمرة بشكل من الأشكال، وأدت إلى تغيرات بالحقيقة لا يمكن الإحاطة فيها إلى اليوم. يعني لما عندنا بخصوص سوريا حوالي 30% من السكان خارج البلد، 6.5 مليون من السوريين اللي هم 22 مليون خارج سوريا، هذا يعني حوالي 30% من البلد، في شتات كبير سوري، في شتات متسع مصري، يؤسفني اللي مصر يعني المصريين بيعيشوا في مصر قلما يعني لم يشهد باعتقادي ظاهرة هجرة جماعية مصرية، لكن هذا متنامي ويبدو لي جديد بقدر ما. إذا يعني هناك تغيرات لا يحاط بها ولا يستنفدها ولا تمثلها كلمة فشل. معلش اسمحوا لي انه امثلتي تكون من سوريا من اجل يعني يمكن صعوبة التعميم على حالات اخرى، ولانه الحالة السورية بعرفها بشكل افضل. في عندنا سوريا صارت فيها كارثة كبيرة، يعني نص مليون على الأقل، صرنا نحكي على نص مليون ضحية من أكثر من 4 سنين بالحق، من 2016 اللي هو حوالي 5 سنين أو 4 سنين ونص اليوم، من باب الخوف من المبالغة، لأنه يعني بنعرف أنه بالبلاغة العربية بالإعلام العربي كان في مبالغات مخزية، فمن باب تجنب المبالغة صرنا نحكي حوالي 5 سنين على نص مليون ضحية فقط، ما بنحكي على مليون، في بعض الناس يحكوا على مليون، والحقيقة في حتى ناس يحكوا على أكثر من هيك. أتجنب ذلك، أتكلم على نص مليون ضحية، 6.5 مليون مهجرين خارج البلد، منهم مليون بأوروبا. عدد الناس اللي يعني فقدوا طرف من الأطراف بحدود 2 مليون على الأقل. في عندنا 100,000 مغيب قسريا غير معلومي المصير، أخشى أنه عدد كبير منهم ما عادوا معنا بهذا العالم. في رأينا يعني ظواهر لم تكن تخطر على البال، من وجود 5 محتلين أجانب
الإيرانيين أولا ثم الأمريكيين 2014، الإيراني من البداية تقريبا من 2012، الأمريكيين 2014، الروس 2015، الأتراك 2016، وقبل الجميع الإسرائيليين اللي هم من 1967 محتلين جزء من الأراضي السورية ومحتلين سماء سوريا طوال الوقت، وبتنسيق مع الروس اللي هم حماة للنظام وشركاء الإيرانيين بحماية النظام. فلدينا إذن وضع يعني شديد التعقيد، شديد متعدد المظاهر، متفلت، والنظام نفسه لم يعد يتحكم. صحيح لم يسقط النظام بسوريا، لكن لم يعد سيدا ولم يعد يتحكم بعمليات إعادة إنتاجه وبشروط إعادة إنتاجه. فيعني تغيرت سوريا أكثر مما أملنا وأكثر مما خشي النظام. تغير هائل في عنا بين السوريين المهجرين أو اللاجئين أو المنفيين 30% من السكان لا يسيطر عليهم النظام، وهذا تحول كبير تاريخي، وإن كان اضطراري وإن كان طبعا الثمن الإنساني رهيب، لأن بعض هؤلاء الناس يعيشون بظروف شديدة القسوة، بما فيهم بعض من يعيشون في أوروبا. ولكن في أن حوالي 30% من السوريين، أقل من الثلث بقليل، لا يسيطر عليهم الحكم الأسدي اللي مسيطر على سوريا من 51 سنة. 51 سنة هو نصف بالكامل، تقريبا نصف تاريخ سوريا ككيان حديث. سوريا وجدت بعد الحرب العالمية الأولى، يعني من 103 سنوات، نصفها هي حكم الأسرة الأسدية بسوريا. يعني خلاصته أنه لا نستطيع أن نتكلم على فشل لمجرد أن عملية تغيير النظام فشلت، يجب أن نتكلم على ما هو أكثر بكثير من فشل، اللي هو كارثة بخصوص سوريا، كارثة كبيرة أحاقت بالبلد وبملايين، حوالي 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر، 9 ملايين، آخر الأرقام 12 مليون سوري لا يؤمنون حاجاتهم الغذائية، يعني أكثر من نصف السكان لا يؤمنون حاجاتهم، يعني مو تحت خط الفقر، يعني حتى الكفاية من الطعام غير متاحة. فهذا أكثر من فشل للثورة، هذا أكثر من هزيمة للثورة، هذا كارثة أحاطت بالكيان الوطني. بنفس الوقت كلمة فشل أو هزيمة لا تحيط ببعض الديناميكيات الأخرى على المستوى الثقافي، على المستوى السيكولوجي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى إبداعية متنوعة، على مستوى إنتاج ذاتيات وطرق جديدة للتفكير وأشكال يؤمل أشكال من التنظيم قد نراها بوقت قريب. وهذا أكرر أنه هاي نقطة ضعف قديمة لنا، امتلاك الكلام، يعني لم نعرف بتاريخ سوريا كسر للمحرم السياسي أولا، ولكن أيضا للمحرم الديني وللمحرم الخاص بالأدوار الاجتماعية، الجندر والجنوس أو جنوسة سكشواليتي، حضور النساء. يعني إذا هناك فشل في مجال محدد، لكن هناك ثورة ببعض المجالات مشكلتها أنها ليست عامة. مشكلتنا أنه بسبب انهيار الإطار الوطني للصراع السوري منذ 2012 بالحقيقة، أو بدأ ب 2012 واكتمل ب 2013، يعني بوقت مبكر جدا، لم يعد الصراع سوري. فما يتحقق من أشياء شديدة الإيجابية غير عام، وأخشى أن ما تحقق من أشياء شديدة سلبية عام بالحقيقة. يعني طال السوريين جميعا، طال حوالي 22 مليون أو 23 مليون سوري اليوم. يعني بحاول من خلال الكلام فقط أعطي فكرة أنه في تبسيط، في أحادي جانب، أخشى أنه في يعني تسرع باليأس. اليأس مريح، يعني أنه الأمل بيعذب، عندنا أمال يجب أن نبرر هذه الأمال، إذا يئسنا نكون مرتاحين.
لكن أعتقد بالحقيقة لا أفضل ال لا أفضل التفاؤل، ولكن أفضل الاشتباك مع آمال متعبة على التسليم بالياس على القفزة، إنه فشلنا هزمنا انتهينا. وبتعرفي بتعرفوا إنه يعني أنا من اللي شخصيا يعني نالني بعض أقسى أوجه المأساة السورية، يعني كنت أفضل بلا شك، كنت أفضل حياة أقل قسوة أقل وحشية، ولكن هذا بروسيس، نحن جزء من نتطلع إلى تغيير كبير ببلداننا، فشلنا فيه لكن نستطيع واستطعنا باعتقادي السير إلى الأمام بتمثيل أنفسنا ببناء قضية سورية وأرجو قضية مصرية وغيرها، وهذا هذه عملية مفتوحة، يعني لا أعتقد أن لها نهاية قريبة. بالحقيقة بعد ما خرجت من سوريا بخريف 2013، عشت حوالي 4 سنين أو أقل من 4 سنين بتركيا، وثم بألمانيا من أكثر من 3 سنين. فبدأت ألاحظ يعني تراكمت لدي أمثلة وملاحظات حول أشكال التضامن مع القضايا المختلفة. أولا يبدو أن التضامن الانتقائي يعني فيه واسطة، في يعني ليس نقي الضمير، هذا التضامن ليس بحسب ما تعرض له أصحاب القضايا المتنوعة من قهر ومن اضطهاد ومن ظلم، لا لا، له علاقة بالقرابات، له علاقة بمشاعر القرب والبعد والتماهيات المختلفة، يعني هو أقرب لسياسة الهوية منه إلى سياسة، إذا استخدمنا اللغة التقليدية، سياسة طبقة أو يعني الحاجات الحقيقية، يعني ليس من سحق أكثر من ينالون التضامن، لا له علاقة بالهوية. بعد ما جي إلى ألمانيا صار عندي أكثر من التجارب والأمثلة على أنه تضامن علاقة قوة، يفترض أنه تضامن، نحن متضامنين، نحن أنداد، نحن رفاق، نحن متساوون ونتضامن، نضمن بعضنا لأنه يحدث أن بعضنا في محنة، ولكن بالأساس نحن متساوين، نحن أنداد، نحن شركاء. لا، لاحظت أنه علاقة قوة بالحقيقة، هو في نوع من الباترونج في جهة ما. عموما صارت السيت أو المكان التضامن بالعالم هو الغرب، هو أوروبا الغربية المزدهرة نسبيا، اللي فيها حريات وحقوق ودولة قانون أكثر من غيرها بما يعني بقدر كبير، واللي فيها أزمة باليسار بتخلي قسم كبير من اليساريين يجدون في التضامن في مفهوم السوليداريتي شكل من البوليتيكال اكتيفيزم، شكل من النشاط السياسي المناسب، واللي يتعهدوا قضايا او يعني في منظمه بالمانيا اسمها دوكتور ريفوليوشن، جماعه كثير كويسين بالحقيقه واصدقائي، لكن الاسم ينضح بالابويه، دوكتور ريفوليوشن يعني مثل كانه ثورات يتيمه، وانت بتاخذ احدى أو أحد أولئك اليتامى أو إحدى أولئك اليتيمات وتتبناها، يعني مثل ما بيحصل الناس من الطبقات الوسطى العليا بالغرب. الشيء الثاني اللي لاحظته حول مفهوم التضامن غير أنه علاقة قوة وباترونج، أنه في ماركت، في سوق للقضايا، ولا يسهل الدخول إلى هذا السوق، يعني التضامن يباع ويشرى، ليس بالمال بالضرورة، ولكن هو سلعة بسوق هي احتكار أقلية، يعني صعب على القادمين الجدد أن ينالوا تضامن، لأن السوق متقاسم تقريبا،
وبالحق عندي أمثلة، يمكن بالمقال الأول اللي كتبته عن الموضوع ذكرت أمثلة. بوقت لاحق تطور، يعني طورت الفكرة لحاجتنا لتضامن جديد، أو لأن المشكلة ليست بالكلمة، يعني لا أخوض حروب ضد الكلمات، عندي مشكلة مع المفاهيم، عندي مشكلة مع السياقات، ولكن يعني طبعا ما راح أمتنع عن استخدام كلمة تضامن، بالحق بالعكس، يعني أحاول دائما أنه أخلي في دروب مفتوحة بين المفاهيم المصنوعة من الإسمنت المسلح وبين فهم يعني بين الكلمات اللي ممكن تقبل، اللي هي أكثر ترددا عموما، اللي هي يعني فيها حياة أكثر. فما عندي مشكلة مع كلمة التضامن. يعني تطور عندي بعد من حوالي بالسنة الأخيرة، بدأت أفكر بأنه كان في حاجة لحركة تضامن ثالثة أو جيل تضامن ثالث. نحن نعرف أنه بالخمسينات القرن العشرين بعد حركة نازل الاستعمار وحتى السبعينات كان في حركة تضامن الأفرو آسيوي أو القارات الثلاث أو حركة عدم الانحياز اللي كانت، وكان في دخول للبلدان الاشتراكية واشتراكية الأمر الواقع على الخط في ذلك الوقت، يعني نوع من التضامن موجه ضد الاستعمار وموجه ضد الإمبريالية. كان في شيء تقدمي بذلك، كان ولكن يعني كان تقدمي بحدود تقدمية أفضل الأنظمة الموجودة في ذلك الوقت، أفضلها لأنه في كثير منها كان سيء كفاية، يعني أمثال نهرو وأمثال ناصر وأمثال درجة من درجات تيتو، يعني لبلدان ما بعد الاستعمار وتتضامن في مواجهة الإمبريالية، تحاول أن يكون لها موطأ قدم في عالم تشغل في مواقع الغارمين أو مواقع الأضعف. التضامن اللي أنتقده أشد النقد هو التضامن اللي ظهر بعد سقوط الشيوعية، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، اشتراكية الأمر الواقع بأواخر الثمانينات أو مطلع التسعينات القرن العشرين. هو هذا التضامن اللي هو power relation، علاقة قوة، واللي هو سوق، واللي هو له علاقة بأولويات يسار غربي دخل في أزمة. يعني هو في مجتمعات لا يستطيع ان يضمن الحريه، لان الحريه محققه يعني بالواقع في دوله القانون، بالواقع في حريه، نضاله من اجل الحقوق الاجتماعيه والسياسيه يبدو لي لم يرى المشكلات الحقيقيه، اللي هي مشكلات نزع التصنيع، اللي هي مشكلات هجره الصناعه، اللي اليوم اليمين هو اللي يبدو اليمين ترامبي او اليمين لوبان أو بألمانيا AfD البديل من أجل ألمانيا، هي الحركات اللي تمثله. فاليسار اكتفى بنوع من التضامن اللي هو فيه علاقة قوة، يحطوا تحت باطهم هذه القضية أو تلك ويستبعدوا قضايا أخرى، ومتصل بحاجاتهم الاعتقادية وبحاجاتهم النفسية وبحاجاتهم الإيديولوجية، وليس متصل بالمضمون يعني بتحليل للصراعات وموقعها ضمن الصراع العالمي وما إلى ذلك. واللي إذا هو سوق، واللي هو علاقة، واللي فيه باترونج، فيه شيء إمبريالي بالحقيقة. يعني واحدة من انتقاداتي للمتكرر اليسار الغربي إنه هو ينتقد الإمبريالية، هو إمبريالي، يعني هو يميل إلى الحق كل الصراعات بصراع ضد الإمبريالية لا يخوضه أيضا. يعني على رأسي بتكون أنا صارع ضد الإمبريالية وفق ما ترون، بس انتوا شو عم تعملوا دخيلكم؟ يعني رجاء اشرحوا لنا شو عم تعملوا ضد الامبريالية حتى نشارككم او ما نشارككم. بعدها وهذا المفهوم للتضامن هو اللي سيطر بين التسعينات وحتى اليوم بشكل من الاشكال، يعني موجود بقوه. لم اطلع على نقد لمفهوم التضامن بالغرب، قد يكون هناك ولكن لم اطلع. باعتقادي اليوم عندنا مشكلتين او ثلاث مشكلات عالميه كبرى. الأولى هي مشكلة حادة، اللي هي مشكلة صحية، مشكلة كوفيد، أزمة حادة يعني، وفي استجابة عالمية لا بأس فيها طبعا، متفاوتة بحسب البلدان. يعني ببلد مثل ألمانيا اللي أنا فيه الاستجابة معقولة، ببلدان مثل بلدان طبعا الاستجابة كارثية، بأمريكا كانت كارثية، بأكثر البلدان، بلبنان شديد السوء، بمصر أعتقد كان سيئة كفاية، بسوريا يعني حدث ولا حرج.
ثم مشكلة مزمنة اللي هي المشكلة البيئية العالمية اللي باعتقادي لازم ندخلها باهتمامنا بقوة نحن بمنطقتنا، يعني ليس لأنه نعتقل ونعذب ونغتصب وما إلى ذلك لا نهتم بمشكلات، يعني المشكلة البيئية توحدنا الجميع وهي مشكلة كبيرة ومرشحة للتفوق. ثم لدينا المشكلات التقليدية ما يتصل بالإمبريالية وبالعنصرية السيطرة، يعني بلد مثل سوريا هو معرض لهذه المشكلات، لما عندنا الأمريكان والروس والإيرانيين والأتراك والإسرائيليين، يعني مشكلات السيطرة الدولية ومشكلات العلاقة بين الدول القوية والدول الضعيفة لا موجودة، زائد العنصرية اللي أحد أشكالها الإسلاموفوبيا دون أن يكون الشكل الوحيد والأساسي، واللي نحن كمان نقطة تقاطع أساسية، يعني ففي حاجة إذن لجيل تضامن ثالث موجه نحو تغيير العالم. مشكلة التضامن الذي أنتقده أنه هو بالحقيقة هو متكيف شديد تكيف مع الأوضاع الحالية، هو نيو ليبرالي، يعني حتى لما يكون بين من 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 مجموعات يسارية هو متكيف مع منطق النيو ليبرالية والإنجويزيشن والتجزئة الصراعات، تفتيت الصراعات إلى أقصى حد. فنحن محتاجين اليوم إذا كان ولا بد نستخدم كل التضامن وما عندي مشكلة مع ذلك، إلى جيل تضامني، أو يعني خلينا نفكر فيه على طريقة الأممية الثالثة. الأممية الأولى أيام طيب الذكر ماركس يعني فكرت بالطبقة العاملة كحامل لعالم ما بعد قومي، الأممية الثانية نقلت ذلك لمستوى نضال ويعني الصراع ضد الإمبرياليات الغربية، ثم استسلمت أو يعني استكانت بهذا الصراع وفشل بالحرب العالمية الأولى. والأممية الثالثة اللي هي كانت ثورية وإن عرضت بعد شوي يعني النزعات الشمولية الاستعداد الإبادي بالحقيقة على إيد ستالين ويعني على إيد النظام الستاليني. لكن ممكن نفكر استئناسا وليس من باب المحاكاة بتضامن ثالث إذا جاز التعبير، ثوري موجه نحو التغيير، موجه نحو مواجهة التحديات الثلاث اللي ذكرتها للتو، اللي هي الأزمة الصحية العالمية اللي الكوفيد يمكن ينتهي خلال شهور أو سنة، ولكن يعني واضح انه اي مشكله صحيه ممكن تنتشر هي مشكله عالميه من اليوم طالع، ف يعني وهذه مشكله بقاء، ثم مشكلات ما يتصل بالبيئه اللي هي اطارنا الحياتي، ثم المشكلات الاكثر تقليديه ولكن تاخذ اشكال متجدده الامبرياليه والعنصريه والبلد. فبعتقد في حاجه على هذا المستوى. هلا اذا بجي على الشق الثاني للسؤال هو ما يتصل فينا نحن، واضح مثل ما حكى احمد انه اعدائنا موحدين، يمكن متنافسين بالحقيقة، قد لا يكونوا موحدين ولكن مفعولهم أو أثرهم واحد. ببعض شغلي حكيت عن نظام الشرق الأوسطي. نظام الشرق الأوسطي هو الذي يقوم، هو ليس جغرافيا، يعني ليس الشرق الأوسط ليس إقليم جغرافي، هو نظام سياسي فرعي أو يعني سب انترناشونال سيستم، يقوم بهل سيستم. أمريكا دولة شرق أوسطية، يعني هي جغرافيا طبعا خارج الشرق الأوسط ولكن سيستماتيكلي هي بالشرق الأوسط من لما التقى روزفلت مع عبد العزيز آل سعود بالبحيرات، يعني بمصر بمنطقة ما من مصر بالبحيرات، نسيت البحيرة المرة أو whatever. أمريكا دولة شرق أوسطية، روسيا دولة شرق أوسطية، روسيا قوة احتلال بسوريا وهي طبعا دولة شرق أوسطية، إسرائيل دولة شرق أوسطية ولها السيادة الحقيقية بالمنطقة هي لأمريكا ولا إسرائيل ولا روسيا. الخليج طبعا أساسي بالشرق الأوسط، تركيا وإيران هي اليوم قوة شرق أوسطية بقدر متزايد عبر البروكسيز المتنوعين لها وعبر استخدامها صراع السند الشيعي، عبر الصراع الطائفي والانخراط بأشكال مختلفة، وطبعا بلداننا يعني نظام السيسي ونظام العيلة الأسدية والحكم الأردني والسلطة الفلسطينية.
نظام شقة، الدول محرومة من السيادة والمواطنين محرومين من السياسة. إذا بدي أختصر الأمر بكلمتين، الدول بلا سيادة، دولنا ما عدا إسرائيل طبعا، وشعوبنا بلا سياسة، يعني محرومة من التنظيم، محرومة من الكلام بالشؤون العامة، نحن محرومين الكلام بالشؤون العامة، ومحروم من الاحتجاج. وهو سجن الشعوب. ماركس بالقرن التاسع عشر حكى على روسيا أنه هي سجن الشعوب. الحقيقة سجن الشعوب الحقيقي، البروليتاريا السياسية الحقيقية هي مواطنين الشرق الأوسط العرب خصوصا. يعني ما عندي عواطف قومية عربية، ولكن يبدو لي أنه يشغل العرب موقع البروليتاريا السياسية في هذا الإقليم، اللي تحررهم بالتالي هو تحرر عام، لأنه يعني مثل حسب تحليل ماركس البروليتاريا، أنه لأنه لا تملك شيء، لأنه تحررها هو يعني أكثر، الأكثر جذرية، هو تحرر الإنسان الأكثر جذرية. تحرر البروليتاريا السياسية أيضا هو تحرر الأكثر جذرية، لأنه محروم من كل حقوق، محروم من الكلام، محرومين من الكلام، محرومين من التنظيم، مردودين إلى فرقة بشرية، إلى ذرات، إلى أو مختزلين. فمهم جدا أنه نعمل تحليل يحيط ببنية الشرق الأوسطية، يعني واضح من باب شوية أمثلة إضافية، واضح تأثير دول الخليج على مصر، سعودية، قطر، سعودية خصوصا والإمارات اليوم، ولما كانوا بخصومة مع قطر كان في خصومة بين البلدين، اليوم ما بعرف يعني أين تتجه الأمور. بسوريا واضح جدا التأثير بالحقيقة، سعودية وقطر دعموا المجموعات والشبكات السلفية الخليجية اللي هي لديها الكثير من المال، ولأنه لديها الكثير من المال عندها ضمير غير مرتاح جدا، لأنه جاءهم مال بلا تعب. أي حدا منا يصير عنده مال بكميات خرافية ولم يتعب فيه يصير عنده أزمة ضمير، فلما يجوا الأخوان الخليجيين بيرتاحوا من أزمة الضمير تماما، بيدعموا الجهاد فيخربوا لنا بلداننا. يعني هذه الديناميكية اشتغلت بسوريا، أنه شبكات سلفية خليجية دعمت ناس يعني كان لهم دور شديد الكارثية بسوريا. ويعني لا أقول هذا الكلام يعني بدوافع أنتي إسلامية، أعتقد أنه ما عندي هيك دوافع أبدا، ولكن في كمون فاشي عند الكثير من الجماعات الإسلامية اللي استفادت من الريع. يعني مثل ما أنه دول الخليج هي استفادت، هي حازت استقلالية كبيرة عن مجتمعاتها بفضل الريع النفطي، ما محتاجة للمجتمعات. يعني الأسرة السعودية ما محتاجة للمجتمع السعودي، المجتمع تقريبا قلبت العلاقة، تقريبا صاروا ملايين سعوديين محتاجين للريوع اللي توزع. وطبعا هذا ينطبق أكثر على الإماراتيين وعلى القطريين وبتقديري على البحرينيين. فمثل ذلك صار بسوريا تقريبا، وبعض المجموعات نالت استقلال غير مستحق عن المجتمعات المحلية، لأنه مواردها المادية تأتي من جهة أخرى. ريع، هذا هو الريع تماما، سواء تعلق أمر بالريع الاستخراجي أو بالريع الموقع أو ما إلى ذلك. فكان هدول، إذا لا نستطيع أن نستبعد، لا نستطيع أن نفكر بسوريا كأنها كوكب أو كأنها جزيرة، هي جزء من تركيبة شرق أوسطية. يجب بالتالي ونحن بنحلل الشأن السوري أن نفكر في ذلك، وأن نحاول يعني بعد التحليل لما ننتقل لمستوى العمل أن نشبك، أن نحاول أن نبني شبكات، جبهات، تحالفات، على الأقل يعني تواصل مكثف مع شركاء بدول الخليج، بتركيا، بإيران، ببلدان العربية من باب أولى. طبعا من باب أولى نحن لا نزال، نحن فقدنا زمام المبادرة يعني على المستوى العربي بفضل كوارث كبيرة، من لما تحطمت فكرة القومية العربية 67 سبعينات كذا، حرب الأهلية اللبنانية، صلح المصري الإسرائيلي إلى آخره، استسلمنا لفقدان زمان المبادرة. برأيي يعني رغم أن الثورات العربية هي ثورات ما بعد قومية، هي ليست ثورات قومية عربية، ولكن هي بتدعونا
باعتقادي لاستلام زمان مبادرة من جديد على أسس جديدة. أرى شيء من ذلك يتحقق الآن قليلا، يعني هذا اللقاء هو يعني شيء صغير ضمنه. أرى تعاون ماشي حاله بين السوريين والمصريين، أنا سعيد جدا بذلك. أعتقد مع اللبنانيين شوي، مع فلسطينيين شوي، مع لا يزال قليل، لا يزال قليل جدا، لا يزال متروك للمبادرات وللنيات الطيبة لعدد كبير من الناشطات والناشطين، ولكن يعني يمكن البناء عليه ويجب البناء عليه. وإلنا شركاء بإيران وبتركيا مهم، وبعض الأنتي صهيونيين من الإسرائيليين، إن أعتقد أنهم موجودين، أعتقد أنهم موجودين، أنا بعرف بعض الناس. يعني يمكن طبعا المسألة حساسة، ويعني لأنه ممرنا للتعاون مع أي جهات أنتي صهيونية إسرائيلية هو القضية الفلسطينية، ويعني لها موقع تحكيمي في ذلك. فالتضامن بيناتنا يفترض طبعا، أعتقد أنه مانا مهددين بنسخ صيغة التضامن اللي شفناها من التسعينات اليوم بأوروبا، اللي هي فيها علاقة قوة، بس تبعد أنه نجد علاقة قوة بين السوريين والمصريين. ما بعتقد أنه مهددين. وعلى كل حال يعني نحن ورثت ثورات، ما صار في عنا تقليد ثوري صلب لأن ثوراتنا فشلت، ولكن لدينا تراث ثوري، لدينا تجارب، لدينا دروس، لدينا خبرات، لدينا يعني أشياء نتعلمها. وهالشيء أرجو أنه لا أكون متوهم جدا بأنه صار عندنا إحساس نقدي شديد بحيث لا نتسامح مع ضروب القوة أو علاقات القوة المحتملة. ما بعتقد أنه ممكن يكون في ماركت للقضايا، لأنه الماركت جزء من الماركت مرتبط بالحقيقة بدور المال. يعني في ماركت القضايا لا، ليس في بعض القضايا تطرد بعض القضايا، ولكن مرتبط بقدر كبير بمن يملك المال. نحن كلنا مفلسين، بحيث أنه أرجو أن لا نكون مهددين بأن يكون تضامن تبعنا بيناتنا تضامن سوقي، حدا منا يصرف على الآخرين، أو حدا يتحكم بالموارد المالية أكثر من الآخرين. لكن على كل حال لسه بكير نحكي على هذه المخاطر، لأنه تجربتنا بالتضامن لا تزال حديثة. أعتقد أن عمرها سنتين، ثلاثة، أربعة، وتستحق كل يعني كل ما نعد لها من قوة على مستوى التحليل، على مستوى التفكير، وعلى مستوى المبادرات والتنظيم، و يعني اللقاءات، وربما المأسسة بوقت قريب.